في جوائز فرديه دلوقتي هنقول لحضراتكم عليها. احمد مهيب، احمد مهيب اعتقد احسن 3 بوينت احمد مهيب، يعني لسه ما جالناش من ارض الملعب الجوائز الفرديه. احمد مهيب اعتقد انها البيست 3 بوينت، هداف الثلاث نقاط، يتقلد الكاس من كابتن محمد فتحي عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره السله. زلنا مع الجوائز الفرديه. احمد مهيب يتلقى التشجيع، واحد من نجوم اللقاء. سجدة شكر للمولى عز وجل. مبروك يا مهيب. هنشوف لازلنا مع الجوائز الفردية، هنشوف مين تاني. وادي فرحة النادي الأهلي والأهلاوية، كابتن طارق الغنام متواجد. كابتن عمرو بيسأل عن الطايرة بنات عاملين إيه؟ اهتمام دائم بنتائج النادي الاهلي. كابتن بيسي للتكريم المره الثانيه. تكريم كابتن محمد البيسي عضو لجنه الاحصاء ومدرب فريق 20 سنه نادي الجيش. هنشوف الجوائز الفرديه الاخرى. عمر طارق في جائزة فردية أخرى، يعني بس نسمع صوت الملعب عشان نعرف كابتن أحمد كامل بيقول إيه. كابتن عمر طارق لاعب النادي الأهلي رقم 55 تلقى التحية من الكابتن عمرو فاروق ويتسلم الجائزة الفردية من الكابتن إيهاب محسن عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد المصري لكرة السلة. عمر طارق في جائزة أخرى. وادي زوجة كابتن عمرو الجندي، وادي تسليمية أخرى، واللقاء ودي كده ما بين زوجة كابتن عمرو الجندي والكوتش أوجوستي. ومايكل تومسون أول واحد بيهني عمر طارق.